واخيرا وصل الزومبي ميمكنش بعدكم عقد لا لا شوفوا راني في المخبية وما كتبانش جوجو والله ما غيلقاها الزومبي جوجو ناري الزومبي والله اخوتي ما كتبان هو ما كتبانش مصطفى ناري كيقلب تحت الناموسية لا خوتي التفاعل ديالكم الاخر الرهيب ديال بصح راه ما يمكنش هاد الشيء شكرا لكم بزاف كنعاودها وكنبغيكم كاملين داكشي علاش باب هاد التفاعل باب هاد لي لايك بابكم وزاد الحب ديالكم لينا كنقول لكم انا كنبغيكم وجبت لكم هاد الفكره هاد اللي حمقه ديال بصح انا ما كفاميلي كنت جالس وما يجي عند الدراري متحولين كزومبي يعني شنو بغاو يوليو زومبي اليوم داش يوم كامل داكشي اش قررت انا نقول لهم واحد البان ونعطيهم واحد الفكره اختي رديتها عروسه غادي تشوفوا اختي راني عروسه وغادي نخبيها لهم في الدار يعني غادي يقلبوا عليها بحال غميض البيض اخوتي يقلبوا عليها ولا لقاوها عندهم جائزه ما لقاوهاش غيرجعوا لحياتهم الطبيعيه هذه هي الفكره ولا عجبتكم ما تنساوش توصلوا الفيديو ل 20000 لايك وما كفاميلي يبغيكم كامل شكرا لكم على التفاعل ديالكم الاخر شكرا بزاف وليتس كو اخوتي نبداو الفكره ديالنا ليتس كو قبل ما نبداو الفيديو اخوتي جيت غير نقول لكم بلا افضل موقع ديال المراهنات باش كعرفتوه اللي هو 1xbet هاد ليامات اخوتي ما كاينينش البطولات كبيره بزاف بحال شامبيونز ليغ بحال بزاف ديال البطولات مازال ما بداوش ولكن هاد الشيء ما غاديش يخلينا ما نقدروش نراهنوا ولا نربحوا فلوس 1xbet باش اخوتي تقدروا انكم تراهنوا وتربحوا الفلوس غير من فريقكم المفضل ولا الالعاب هاد الشيء اللي بغيت نقول لكم بلا كاين بزاف ديال الالعاب وبزاف ديال البلان 1xbet من غير الفروق الماتشات يلا شنو كتسناو اخوتي غنخلي لكم دابا الكود برومو ديالي اللي تقدر انك تربح فيه 130 دولار على كل مراهنه صحيحه وناجحه كما سمعتوا 130 دولار على كل مراهنه صحيحه وناجحه اكثر على الفريق المفضل ديالك وعلى الالعاب اللي كاينين في 1xbet وغادي تلقاو الرابط ديال 1xbet في صندوق الوصف وغادي تلقاو في اول تعليق يلا اخوتي نبداو الفيديو ليتس جو رانيا واخيرا شوفوا العروسه ديالنا كيوجدتها بوحدي درت لها الماكياج المهم اخوتي ما تضحكوش عليا شوفوا الانيقه ديالنا رانيا والمشاغبه اللي جات في كاع الفيديوهات باسله اليوم جات معايا ومعاوناني غادي يقلبوا عليك ثلاثه ديال الزومبي ثلاثه ديال الزومبي رانيا غيقلبوا عليك في الدار واش مستعد انك تقنبعي وتخبي مزيان انا غنعاونك في افكار ياك وغادي نوريك فين تخبي ولكن انت انتي عاونيني وجيبي البلايص اللي تخبي فيهم صافي رانيا صافي يلاه دابا غنمشي نوريهم الزومبي ناري ما يمكنش ما خايفاش رانيا لا ولكن خصك يتخاب باش ما يلقاوكش رانيا صافي زاهي اخوتي اللي تكمركم الزومبي واخيرا وصل الزومبي ما يمكنش الزومبي في السنسور علاش كتقلبوا الزومبي علاش بغاو العروسه اخوتي العروسه واخيرا الدراري ولاو بحال الزومبي شو اخوتي سيمو كيفاش هاد البلان اليوم علمنا تقلب على رانيا عروسه ويلي على العروسه زاهي سيمو فاهم الفكره ياري اسماعيل شو اخوتي كي داير اسماعيل هربان ديال بصح علمنا غادي تقلب اسماعيل العروسه ويلي وتقدر انك توجد العروسه القى ناري المكيك عندنا اليوم تحدي صعيب ويلي ويلي لقاو العروسه ويلي ويلي حمق ومصي وداير الزومبي شو اخوتي كي لابس حتى هو حمق ديال بصح اليوم يوز عندكم المهمه انكم تلقاو رانيا العروسه رانيا وجدتي الافكار ديالك فين غادي تخبي بزاف شكتي كتقول لي السيمو ويلي 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 كتقول ها تقاسموا الفلوس ما لقاوكش راني انت اللي غتربحي الجائزه بالاخر ميمكنش ويلا لقيتوها غادي نعطيكم كل واحد فرصة أنه يقلب إلا لقيتوها نتوما واحد فيكم اللي غيربح الجائزة واحد منكم ميمكنش شوف دابا نتوما زومبي ياك ولكن كل زومبي خصو يعطينا السمية ديالو كيفاش دايرة شناهي السمية جوجو جوجو اخوتي زومبي انت شناهي السمية كابا كابا شناهي هاد كابا عاوتاني انت شناهي السمية احمد الصارو حمد الصاروخ اخوتي كابا جوجو والعروسة الجميلة رنو 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 علي رنو علي رنو علي رنو علي رنو واحد جوج ثلاثة ليتس جو أول متسابق اللي هو جوجو زومبي جوجو زومبي جوجو واش متحمس أنك تقلب على رانيا وتبحث عليها ويلي 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 الزومبي جوجو متحمس دابا غنعطيك واحد البان اللي هو غادي تخرج من الدار كاع تجلس في الدور ديال السطح وفاش غنخبي رانيا غادي نعيط لك صافي يا جوجو ليتس جو جوجو قيلوا معايا دابا اخوتي جوجو من بعد ما نخبي رانيا غادي نعطيه دقيقة ونص دقيقة ونص كل واحد غنعطي الكابا وغنعطي لحمد الصاروخ وغنعطي لجوجو اللي هو أول واحد غيمشي يقلب على رانيا بعد ما غادي نخبيها يعني اخوتي تخيلوا معايا جوجو يلقى رانيا كاين ثانيه ما غنعطيش الجائزه غنتسنى تنشوف كابا وحمد الصاروخ واش غيلقاوها الوقت قصر منه ليتس كو دابا نخبيو
راني اخوت. ويلي 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 راني اخوتي شنو جابت العلام؟ علاش راني جبتي العلام؟ باش يخبيها. العلام هو اللي غادي يعاونها باش تقلب. واش اختصاصي في الكاموفلاج؟ ويلي سميتها الكاموفلاج. الكاموفلاج شنو كتعني الكاموفلاج؟ بالرق ما تقشعش بالرق ما تشافش غادي يكون للشاف. ناري خوتي هادشي ديالي يا مصطفى. اسمع دابا غادي تمشي تقنبع عليا راني باش كوكو يجي ما يلقاهاش. يلا زيد 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 تخنقي هذا الشعر باين ناري 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 صافي خليه هكاك خليه هكاك وداك الشعر اخوتي راه غير زدناه لي اخوتي ناضي. المهم دابا العلام صمت المط ياك دابا نعيطو لكوكو غوت لكوكو غيحماق كوكو ناري اليوم كوكو غيحماق شوفوا راني فين مخبيه وما كتبانش كوكو والله ما غيلقاها الزومبي كوكو اخوتي غنطفيو الضو ديال هذا البيت باش ما يعرفهاش بلا كاينه كوكو جا اخوتي الزومبي كوكو وكاين دابا عند مصطفى الكورونا اللي غنديروا لك دقيقه ونص كوكو مستعد انك تلقى راني في دقيقه ونص صافي يلا واحد جوج ثلاثة يلا ينطلق ها هو الزومبي انطلق شوف شوف مشى ديك لتما شوف الزومبي كيقلب على رانيا شوف الزومبي كيقلب على طريقة الزومبي اخوتي كيقلب على رانيا شوف 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 شو. يلا يلا زيد 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 شوف الزومبي كيقلب على رانيا الزومبي 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 ما غيلقى والو في الطواريت الزومبي حاشاكم اخوتي شو الزومبي شو كي كيدير صوته ناري الزومبي الزومبي اري الزومبي بعدين بيسيا الزومبي بعدين بيسيا هززت ما تقدر تلقاها لتحت ولكن عندك التلفازه تفرشخ الزومبي ناري الزومبي راه ما كيسمعوش مسطين حمقين ناري الزومبي ناري الزومبي غير فرشخ ليا ناري 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 شحال وصل في الوقت شحال وصل في الوقت شحال ناري دخل الكوزينه اخوتي دخل الكوزينه دخل الكوزينه شحال شحال ناري الزومبي 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 ناري الزومبي تحت ناموسيا ناري قلب في الماريو واو الزومبي شوف البانكو ولا شوف شي حاجه سير 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 الزومبي سير تما راه كاينين الزومبيين صحابك كيتسناوك شو الزومبيين شو هذا ميت هنا ناري الزومبي شحال دقيقه مصطفى شحال 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 دقيقه و 30 ثانيه دقيقه باش بقى لك والو الانس بقى لك والو الانس ناري شو الزومبي واش غتكون راني تما واش انت احمق عسى الزومبي ما كيكونش عندهم العقل شو شو شميتي والو ما شميتي والو الزومبي الدم الدم ما شميتيش الدم ما شميتيش الدم ما شميتيش الدم ما شمي ناري 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 الدم ما شمي سالك اش 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 زيد خرس 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 قصعها وقصعها وقصعها اخوتي ها هي راني هنا ناري راني وقصعك اول متصافي سميتو كوكو وهو راه خسر كوكو خسر صافي كوكو سير مسح عليا هادشي ديال الزومبي ما بقيتيش ما بقيتيش الزومبي وما ربحتيش ما تيشمتها العبايه ما زومبي ما زومبي ما توجع يلا علام عندك مهمه ثانيه اللي هي انك تخبي رانيا الاكبر وحش واكبر زومبي اللي هو يوسف احمد الصاروخ ديما يجي زعما يلا فكر فكر خرجت اخوتي يوسف برا ديال الدار اللي هو احمد الصاروخ زومبي ودابا باش يقنبع مصطفى راني هنا جابني ليها ديريكت فين بغيت قنبعها في عاوتاني اها تاع بوخنشا بوخنشا انا هو بوخنشا انت هو بوخنشا ما تقولش لي رانيا غادي تحشيها بديك الخمسه اللي تحتك ناري خوتي رانيا غادي تحشى في هاد الخمسه هادي وخصي يقلبوا عليها الزومبي وما يمكنش ناري هاد بيت اخوتي هذا مرون ديال بصح حاطين فيه الحوايج حاطين فيه كذا باقي ما قديناش باقي كنتسناو فراجك شاش دابا بلا ما تقولها في الكومونتير علاش هاد البيت مرون اخوتي راه باين علاش مرون المهم راني نشوف فين محشيه ومنين مرون بحال محطوطين فيه الحوايج حاطين رانيا حتى حنا بحال الحوايج هنايا وغنديروا فوقها هاد الصاك هذا والله ما كت... رانيا انا كنسولها سؤال واحد واش مخنوقه؟ لا صافي هادشي اللي كيهمني انا اخوتي عم تخنقش ليا اختي وردوا بالكم اخوتي ديما دابا غنمشيو نجيبو مصطفى احمد الصاروخ ونعطيوه كرونو كيف بحال قبيله صافي يا ولد
والله ما يقش بلي ما يقش بلي. شوف اخوتي رانيا فين مقلب عامين ما تزعجي صافي رانيا راني اذا تخنقتي قوليها ليا صافي صافي ما تخنقش اصلا خمسه من نفسها. يلا الزومبي ديالنا احمد الصاروخ من دابا موجود انه يقرب العصر ديالنا صافي كرونو دقيقه ونص عندك واحد جوج ثلاثه سير 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 احمد الصاروخ شعل الطونيري احمد الصاروخ دخل هنايا احمد الصاروخ هو هذا الزومبي هذا ويلي 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 واش راني غنحشوها في ماريو احمد الصاروخ ويلي 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 الزومبي واش راني غتحشى تما ناري كيقلب تحت الناموسيه الزومبي ما يمكنش كيقلب دابا في الصاك الزومبي ما يمكنش عيا الزومبي عيا 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 والزومبي كيشمشم شمشم راه الزومبي كيشم شوكي شحال ديال الوقت داز مصطفى شحال ناري الزومبي كيشم الزومبي اش كيدير هاد الزومبي الاخر هنا كيدور عندي هنا شو الزومبي الاخر في الناس كيشمشم الزومبي 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 كيقلب على راني شحال ديال الوقت داز شحال 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 وما يمكنش دار صغيره الحوايج باقي ما كثرش باقي ما جبناهمش دقيقه اللي داز بقات لك 30 ثانيه وما يمكنش ما يمكنش الزومبي ما تلقاهاش ما يمكنش خبيتيها فين درتيها ناري 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 الزومبي شوف واش اللي جا كيدخل هاد الطواليط هادي ناري الزومبي جعر الزومبي جعر الزومبي جعر الزومبي جعر وسخف الزومبي ناري ما كايناش هنا سخف 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 وما غاديش وما يمكنش مصطفى دار صغير وما بقاش خسرتي عطيناك فرصه حياتي تلاجه وما لقيتي والو خسرتي وراني باش نوريك فينا هي نوريها لك هذا بوحدي كان معنا ها هي رانيا ما قشعك رانيا ويلي 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 بزاف انت كنتي لاعب حداها والله ما شفتها بالله والله ما شفتها ضمون بزاف اش هو كيجيب الخناش كذا راني حد الان انت الرابحه وباقي حتى واحد ما لقاك مربح باقي اسماعيل كابا خرج يلا خرج 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 كوزينتنا كوزينتكم صافي يلا الزوم ناري دابا راني خرجت اسماعيل وسديت الباب ومصطفى قال لي بالله يخبيها الفوق فوق الناريه هذاك راه مسمار ايه مسمار ولدك قال لك والله حتى نلقاها وانا غنخلي ولدي ما غيلقاها يا الله فيليا طلع انت يسلي غادي تطلع يلا 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 يطلع طلع طلع كاينو معايا فين يخبي وراني فوق الماريو وما يمكنش والله اخوتي ما كتبان هو ما كتبانش مصطفى معلم عندي ما غيدير ما يجيب ما كتبانش اخو ما يمكنش هضروا ما بقاو الزومبي اخوتي حيتاش خسروا ما بقاو الزومبي ليتس كون عيطوا سمعي كابا جاب نوتك وكيتحدانا علم انه غادي يلقى راه ناري يلا طلق لكم واحد جوج ثلاثة ناري الزومبي ما يمكنش عندك خويا الطريق الزومبي جاعل هذا اشعر زومبي هو ليش كيقلب تما ما كيلقاهاش اشعر زومبي ولا اشعر زومبي ما يمكنش مين كيتفتح هاد الشيء هذا مفتوح اصلا مفرشخة الماريو ناري 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 صاحبي غير جرى جيت نشدها يا صاحبي راه تخلعني وقتي غتجرى تحط لها مصطفى هذا شمن ثانيه لقاها شحال ثانيه 43 ثانيه كاين يمكنش لقاها في 34 دابا خسرات رانيا اللي خسرات يلا بقيت تما رانيا ريح ما نزلاش ولي زومبي ديالنا واخيرا هذا الوحيد اللي ربح ولقى رانيا رانيا خسرات ما غتربح جائزه هذا ما يربح جائزه انت ما يربح جائزه واللي غيربح جائزه اللي هو اسماعيل ودابا غنجبد لك الجائزه ديالك هاي في جيبي ناري 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 اللي هي درهم عرفتوا علاش درهم حيت نتوما غير زومبي ما كتفهموا انا مكلخين ما عندكم عقل لا لا يا خوتي والله ما يمكن هاد اللقطه الاخيره كلاوني يا خوتي المهم الخوت اما غير رجعوا لحياتهم الطبيعيه ولا ربح هو اسماعيل وتا هنا كيسافيت انا تاش ديروا لايك سبسكرايب وفعلوا الجرس باش تكون اي جديد وكنبغيكم كاملين ان شاء الله اخويا